أنا كان لي 3 سنين متجوزي، توفى جوزي، كنا بحالة حرب بلبنان، يعني البحر هو اللي حمالي عائلتي، حمالي عائلتي من الذل، من الفقر، من التعتير، من كل شيء، يعني قواني بهالمجتمع الغدار اللي حط علي. وابتكرت البحر صنع على ألي، وفي قلك إنه هو اللي عايشت عائلتي. ماجي التي تربطها علاقة وثيقة بالبحر منذ الصغر، كيف حولت منزلها البحري إلى مطعم أنقذها وعائلتها الصغيرة من الفقر والعوز؟ نزلت أبع توتيا، حط قفاص، أصيد كلامار، أصيد أخطبوط، أبع بوت ليموس، وبيع أنا المطاعم والمسامك اللي حولينا بالبطون كله. وعلى مر الزمن صار ناس تجي ومتشوقة، ماجي ولو أعطيتنا السمكات، ماجي قليلي السمكات عندي خانك على الصخرة هون، ماجي عملنا صحن سلاطة، ماجي صحن بطاطا بليز. كبرت المصلحة، وأنا هون اضطريت إنه حول جزء كبير من البيت لهيدي الرزقة، يعني هاي المصلحة صارت تتعيش بدمي، كأنه عم ربي شي ولد من ولادي، تابع الباذنجان، تابع الحامضة، تابع البندورة، بقلي السمكة، بنظفها بشوية، بنزلها على الطاولة، بقليها، بقلبها على الفحم، بقرب على كل طاولة بطاولتها. شو بدي أقول لك؟ كل حجر مكتوب عليه ماجي وبدمي، كل حجر كل زاوية بهذا البيت في بصمة من إيدي لي. هيدا الضعف اللي عندي حولني قوي كثير. 29 سنة عمر هالحياة، حلو مرة وضحك وبكي وقهر وفرح، كتر خير الله. وكما للبحر أسراره، كذلك للناس حكاياتهم وأسرارهم. وها هي ماجي اليوم تحصد بنجاح كبير، ثمار زرع بدأ منذ أكثر من 17 عاماً هرباً من شبح الفقر والحرمان. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.